على أنغام معزوفة شهرزاد لرمسكي تستقبل سجينات سجن النساء الجمهور بلباس مسرحي لم يخفي إرباكهن، فللمرة الأولى تشكل قاعة النزهة المتواضعة مسرحاً يلعبن فيه دور شهرزاد. أما القصص فليست خيالاً بل شهادات حية أكثرها إيلاماً مآسي الأمهات. شي بيقول لي إنه ابنك بجمعية، وشي بيقول لي إنه بنتك محبوسة عند زوجة، وشي بيقول لي إنه ابنك داشر على الطرقات، وشي بيقول لي إنه ابنك يمكن بالحبس. أكيد في اكتظاظ بحبس النسوان، ما في أم تنحبس وحدة ولادها بينحبسوا كمان معها. هيك اللي بيحب ولاده بيشردهم بغياب، غلطوا هالناس وتعبوا ونحن غلطنا وتبنا. عكست بطلات شهرزاد معاناة النساء مع الظلم كالتعرض للاغتصاب أو إرغامهن على الزواج والصمت في حال تعرضن للعنف، ظروف مرة قد تكون سبباً من أسباب ارتكاب الجرائم. ايويها خلقت بنت بزعل قالوها، ايويها جابوا بقليها ولما عرفوها بنت دبوها. جمي الصورة سجينات ما مش هيدا، يعني بفضل قول نرجع نطلع على الناحية الإنسانية، لأنه عندها هوية تانية غير هوية أنه أنا السجينة. هي امرأة، هي أم، هي زوجة، هي ست عندها أحلام بمطارح. شهرزاد هي المسرحية الثانية لزينة دكاش بعد مسرحية أولى في سجن رومي شارك فيها أبو عبدو السجين السابق بتهم مخدرات وتزوير. جيت لمحلات اني صرت بدي اطلع من اولادي ومدامتي ومن كل المحيط اللي انا فيه. لما فتهم بدراما العلاجيه خلتني ارجع للحياه، خلتني احترم العالم، حب الناس. سجن النساء في بعبدا واحد من 23 سجنا في لبنان فيهم حوالي 5000 سجين، وتعكس الدراما العلاجيه التي استضافها هذا السجن الحاجه الكبيره لتاهيل السجناء. غالبا ما ينعكس الاكتظاظ في سجون لبنان شغبا دفع السلطات الى تخفيض السنه السجنيه من ضمن خطوات اخرى. اولا واهم يمكن هي انه نقل مسؤوليه السجون الى وزاره العدل، وهذا شيء اقره مجلس الوزراء. خطوات العمليه تبدا بايجاد العنصر البشري المؤهل والمدرب. السجون الحديثه لابد من انشاء او اقامتها، والسجين يكون يتعامل بقلب السجن من حيث المساحات ومن حيث الأكل ومن حيث الشغل إنسان. في انتظار تأهيل السجون تشكل الدراما العلاجية الواجب تعميمها على كل السجون فسحة أمل لسجينات ظلمنا وظلمنا، والرسالة أن المصير يمكن أن يتغير. كلودي أبي حنا، الحرة، بيروت.